شوف طقطقة، أنا سمعت المثنى أنك تعرف تقلد الوالد وهو يعصب. أبيها الحين. لا من الحين بداية كذا. ليش يعني شو تقول احنا بالقناة؟ ليش؟ عبد والله سامح خربانة خربانة رايح والله والله ابد. يلا اعطينا مثلا كيف الولد يعصب. بس همشي الكلام اللي انا وانتم يلا سوى قوم عصب بس بدون شغل. يلا ايش بتقول؟ بس في حركة هذه اذا سواها اعرف انك يعني شوي وتنتهي تروح عليك هذه كذا يدك مدري كيف زي كذا هذه هذه يعني انه طب اعطيني قلدني يلا بس الكلمات اللي يقولها الثاني لا لا يلا عصب على الوليد يلا عصب على الوليد مثلا تجيبون موضوع عصب عليه مثلا ليش ما طفيت البلاي ستيشن؟ ليش ما طفيت البلاي ستيشن وتلعب كل شوي كذا ويجيب اشياء؟ لا 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 تقول لي ابغاك تمثل صدق انا عارف ما يبغى يقلدك ليه؟ كيف لو جيت عصب انا ها؟ جيت عصب اقول كيف الوليد يلا كيف؟ ليه مطفي البلاي ستيشن كم مره قلت لك انا حارم رق البلاي ستيشن والله لا عاد اشوفك تنزله لا الى هنا تنتهي حلقتنا اليوم والله معنا ترى بيموت ساعه شربوا مويه لا اله الا الله ترى معنا سالفة البلاي ستيشن شفتها انا في سناب الوالد المفاجأة اللي سوا لكم اياها ايه البلاي ستيشن كذا حطها انا صراحة انصدمت من فكرتي الصراحة ما جيت على البال يعني ايه ابوي وامي كانوا رايحين مشوار ايوه ها ورجعوا حلو يوم رجعوا قال يلا ارجعوا على اذان المغرب قال يلا خل نروح المسجد حلو قلنا تمام رحنا المسجد ورجعنا يعني يوم رجعنا سوني كان مرة مفتاح السيارة قلت نزليه واحنا بنروح نصلي ايوه حلو ووزو وبعدين جيت امي ضبطت له مكان وزينته يوم رجعنا من الصلاه اصلا مثلنا من اللخمه تدري وش كان بيروح المطبخ ياخذ المويه بس يوم سمع صياحنا دخل معنا بس يعني جت عفويه كذا يعني جبتها هذه جميله كانت انا انصدمت كيف يعني حطوها كذا وهم جايين يعني بسياره واحده يعني انا كنت بكل امانه ان رده فعلهم بالبلاي ستيشن يا اخي عرفت اللي يلحق الاب تانيب ضمير وبعض الاحيان ودك تكرمهم أيه يا اخي الانغماس في الالعاب خاصه صح 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 تخوف كاب وفي نفس الوقت يا اخي عيالك يا اخي تبغى تفرحهم يا سلام فكان في صراع داخلي انا عندهم بلاي ستيشن 4 ايوه فتكفى يبا نبغى الفايف قلت والله العظيم انا مستعد اعطيك الواحد قيمته الان وتسوي به اللي تبي بس بلاي ستيشن ما ودي اكثر صح عرفت وابي فرق كثير بين هاي غلبني ضميري وحين الشفقه على ابنائك وعيال اختي وعيال خالتي وعيال عمتي وما ادري من وجبت لهم واحد وقلت يلا روح صلوا يلا طالعين نصلي حنا فكلمت ام البره قلت احنا رايحين نصلي طالعين من السياره خل الخدامه الدخله طبعا ما كانوا مأملين انا مكمل وديني والله انا سمعت المقطع يعني مره نسينا والله صحيح المقطع جميل اي والله ما كانوا مأملين ابدا ولا 1% اني بجيب لهم يا سلام بس بصراحه ذكرى جميله بس تبقى ابوي يعني فاجئنا وعلمنا بس احنا ما درنا بيجي يقول انا باخذكم هو طالب من تطبيق بعدين هو قال باخذكم معي عشان نجيبه بس هو ما خذانا احنا فاجأته فيه مستنسين يسجونا عشان ياخذنا شوف ما شاء الله حتى التفاصيل يذكرونها ترى هذه بحد ذاتها ذكرى يعني تبقى ذكرى جميله ايوه بعدين ايش اسمه مستنسين بنروح معه يعني رجعت من بدري انا ما ارجع البيت الا 10-11 بس رجعت المغرب قالوا بس بياخذنا بيغير بنا جو يعني بنروح ناخذه من المحل بعدين اول ما رجعنا من الصلاه نزلنا انا والبرا والله نسيت ليتني رسيت المقطع لكم اي والله ايش اسمه بعدين شوف التفاصيل كلها الحين اذكرها الوليد المثنى كان بيروح المطبخ وانا تدري وش المثنى تدري كيف نظر بس مرتين الله الله جميل جدا بعدين ايش اسمه احنا دخلنا يا سلام بس اهم شيء ما تلعبون فيه واجد يعني واضح لا لا اكيد اوقات تقنين في البيت تقنين والله شيل وحط في التقنين وبيني وبينك يعني انا اجزم ان الشيء هذا موجود في كل بيت قضيه التقنين للالعاب يا رياض تعرف يعني انت كاب يعني اعتبر الان البلاي ستيشن وجوده في البيت اعتبره زي المكافاه متى ما انجزت لي صحيح يعني
إما فروض، إما يعني صلواتك، إما سنن الرواتب، إما أذكارك، إما واجباتك، إما من طاعتك لوالديك في البيت، أي شيء إيجابي تسويه أنا أكرمك وخليك تلعب بلاي ستيشن. وفي نفس الوقت يعني أجعل جميل. لها يعني أيضا أجعلها أي شيء سلبي يكون في فيها جمعة الأهل فيها والعاب فيها يعني جميل صحيح. اختيارات. أنا الوليد عنده شيء بيقوله عفوا البراء شيء بيقوله للرسالة. أنا سمعت قبل هذا السؤال، عندك رسالة؟